الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم. أقدم في هذا المقطع القصير المكثف إلى حد ما كيف نعظم دالة أرباح خطية، هذه باي تساوي 160 أكس زائد 240 واي، خضوعا للقيدين الآتيين: 1 أكس زائد 1 واي أقل من أو تساوي 140، و 3 أكس زائد 6 واي أقل من أو تساوي 480. من أين أصل هذه القضية؟ أحد خطوط الإنتاج، هناك شركة في الأردن اسمها شركة الزي، وهي تصنع ملابس أطقم رسمية. أحد خطوط الإنتاج في مصنع الزي للملابس الأردن ينتج نوعين من الأطقم، منهم الملابس الرسمية، النوع أكس وواي. إذن هاي الآن أصل هذه المسألة. يربح خط الإنتاج من كل قطعة من النوع الأول أكس مبلغ مقداره 160 دينار عن كل بدلة أو طقم رسمي، ويربح من كل قطعة من النوع الثاني واي مبلغ مقداره 240 دينار. إذن هذه معلومة مهمة جدا. هنا المعلومة هذه: مجموع ما ينتج خط الإنتاج من النوعين أكس وواي هو 140 طقما في الأسبوع، أي أن أكس زائد واي تساوي 140 أو أقل من ذلك. يحتاج النوع الأول أكس إلى 3 ساعات من العمل، أما النوع الثاني فيحتاج إلى 6 ساعات من العمل، ولا يتوافر لخط الإنتاج إلا 480 ساعة عمل أسبوعيا. السؤال البسيط: كم عدد الأطقم التي ينبغي أن ينتجها خط الإنتاج كي تكون أرباحه أعظم ما يمكن؟ إذن الآن هنا باي، نريد أن نعظم باي. لاحظوا لي أنه يربح 160 من النوع X، إذن 160 مضروب في X زائد يربح 240 من النوع Y زائد 240 Y، إذن باي هذا الربح يساوي 160 من عدد القطع التي ينتجها من X زائد 240 من عدد القطع التي ينتجها من Y، إذن باي تساوي 160 X زائد 240 Y. مجموع ما ينتج الآن من X زائد Y، يعني 1 X زائد 1 Y، 140 قطعة بالأسبوع، والنوع X يحتاج إلى 3 ساعات حتى يتم إنتاج كل طقم منها، والنوع Y يحتاج إلى 6 ساعات، لكن لا يتوافر لدى هذا خط الإنتاج هذا أكثر من 480 ساعة أسبوعيا. و طبعا هنا هذا من قبيل تحصيل الحاصل اللي هو نون نيجاتيف كونستريند او القيود غير السالبه، بان عدد القطع التي ينتجها من اكس وواي يجب ان تكون اكبر من او تساوي صفرا. فهذه المساله الان مساله عمليه لها طابع عملي، واتمنى على الطلبه المتابعين ان يدققوا بكل كلمه اقولها هنا. الان انا حضرت الجداول المناسبه هنا، هذا الان باي، لاحظوا لي معامل يعني باي تساوي 160 اكس. اذا هنا اول ما بضع هنا 160، هنا 160 مقابل اكس، و 240 مقابل واي. ناتي الان على القيود، هناك قيدان، القيد الاول والقيد الثاني. القيد الاول لاحظوا لي هنا 1 وهنا 1، أقل من أو تساوي، إذن هنا أقل من أو تساوي 140، هنا 140. والقيد الثاني 3X، إذن 3 وهنا 6Y، هذه 6 أقل من أو تساوي 480، هذه 480. الآن اكتمل، الآن كل الخلايا في هذا الجدول اكتملت. نريد الآن أن نتعرف على القيم التي يمكن الآن استخدمها بما يسمى بالحل البياني Graphical Solution. آتي الآن على القيد الأول، لاحظوا الآن إذا افترضنا بالقيد الأول بأن Y تساوي صفر، يعني بستخدم هذه الإشارة الآن، إشارة الـ X هذه، إذا افترضنا بأن Y تساوي صفر وبالتالي X تساوي 140، إذن هنا بفترض بأن هذا صفر، هنا 140 مقابلها. وإذا افترضت الآن القيد الأول بأن X تساوي صفرا، يعني هنا الآن صفر، فبتكون Y تساوي 140، هنا 140. عفوا، أنا يبدو أني يعني ارتبكت بين هنا الآن. إذا افترضنا بأن Y بالقيد الأول صفر، هنا 140، بعتذر عن هذا الخطأ البسيط هنا،
وإذا افترضنا بأن x تساوي صفر هو بيكون y 140. القيد الثاني الآن، إذا افترضنا بأن y تساوي صفر هنا الآن 403 x تساوي بالحالة هاي 480، ما يعني بأن x تساوي 483 160. إذن هنا صفر وهنا 160. وإذا افترضنا بأن x تساوي صفرا يبقى عندي 6 y تساوي 480. إذن هنا نفترض بأن هذا صفر، 480 تقسيم 6 يساوي 80. أوكي، وبالتالي اكتملت المعلومات التي أحتاجها. لن أعود أحتاجها بعد الآن إلا ربما بعد قليل في بعض التوضيحات. إذن هنا الآن اكتمل الجدول الأول الذي يحتوي الأوبجكتيف فانكشن أو الدالي الهدف باي تساوي 160 أكس زائد 240 واي. أما الجدول الثاني يحتوي على المعلومات أو البيانات عن القيد الأول، عندما كانت أكس أو واي تساوي صفرا كانت أكس 140، وعندما كانت أكس تساوي صفرا كانت واي تساوي 140. بالنسبة للقيد الثاني، عندما كانت واي تساوي صفرا كانت أكس 160، وعندما كانت أكس تساوي صفر كانت واي تساوي 80. وبالتالي الآن أريد أن أستغل هذه البيانات بالحل البياني. آتي على الخانات الأربعة هذه 140 وصفر وصفر 140، أظللها كافة وأذهب إلى Insert، أختار هذا ثم أختار هذا القيد هنا، فبيطلع عندي الرسمة هذه البيانية. بتخلص من الجريد أو الشبكة هاي اللي هي الخطوط العمودية والأفقية، وبكبرها إلى حد ما، وكذلك الأمر هنا أتخلص منها هذه. وطبعا بعد ما توضع عندي الصورة، لاحظوني هم 140 140 هنا، 140 صفر هون، صفر 140. بروح الآن بهذا الآن بالفأرة على هذا المستطيل الذي يحتوي الرسم البياني للقيد الأول، أضغط على الزر الأيمن من الفأرة اللي هي رايت كليك، بطلع عندي الخيار سلك داتا، عدة خيارات سلك داتا. الآن سأقوم بتعديل الآن إديت، هذا بدي أسميه أنا القيد الأول، والمعلومات اللي فيه بجددها الآن، بلغي ما يأتي في X وأضع الآن 140 صفر، والآن بلغي ما كان في Y وأضع الآن صفر 140. بتأكد منها الآن، أكد أوكي. الآن أضيف القيد الثاني، هذا القيد الثاني الآن اللي هو C2، أذهب إلى المستطيل هذا سيريس إكس، أضع 160 وصفر، ثم في هذا المربع ألغي كل ما فيه وأضع فيه 0 و80، والآن أوكي أوكي. فطلع عندي الآن القيدين هنا، يعني ظهر القيدان بكل بساطة. لاحظوا لي أحبتي، دعني الآن يعني أجمل هنا هذا وأجعله أكثر سماكة. هنا على سبيل المثال سأختار هذا الحجم، وهذا أختار الحجم ذاته. أوكي، الآن كما تلاحظون أحبتي، دعني الآن أتوسع شيء قليل، بما أنه الآن هنا الإشارة هي أقل من أو تساوي، معنى ذلك بأن القيد الأول، هذا هو القيد الأول اللي هو 140 140، بعمل له كنترول كوبي، هذا كوبي الآن، بصغر حجمه أوكي، وبميله حسب ميل هذا القيد هنا. إذن هذا هو القيد الأول. أما القيد الثاني الآن بعمل له الآن كذلك كوبي أوكي، وبضغط على كل ما بداخله، أصغر الحجم أوكي، وأميله آلة البت شوية هيك إلى حد ما، أي تعديل بسيط. هذا القيد الثاني. لاحظوا لي أحبتي النقاط معروفة بالنسبة لنا الآن، دعني أحدد النقاط باستثناء هذه تحتاج إلى حل. فهنا insert، أذهب إلى equation، طلع عندي هذه، قلها إلى هنا. هاي الآن افتح قوس 0.0، مسك القوس نكبرها شوية، يعني نكبرها إلى 16 مثلا، وبعملها سميكة
هذا الآن هنا هذه النقطة صفر وصفر. لماذا الآن؟ لأنه أحبتي خلينا أستخدم الآن أسهم بالدلالة هذا. لاحظوا لي أنه القيد الأول X زائد Y أقل من أو تساوي 40، هذا القيد الأول معناته باتجاه نقطة الأصل، ودعني أعطيه اللون الأحمر. أوكي. وكذلك الأمر هذا القيد الثاني 3X زائد 6Y أقل من 408 معناته يتجه إلى، لاحظوا لي، إلى الأسفل. وبالتالي الآن الفيزيبل سولوشن أو ما يسمى بالمجموعة الممكنة هون، فيزيبل ست الآن محصورة بين هذه النقطة صفر صفر، هنا صفر 140، هنا سنحتاج إلى حلها، وهنا صفر 80، هون 140 وصفر، طبعا صفر صفر 140 وصفر، هنا نحتاج إلى حلها بعد قليل، وهنا صفر 80. لكن خليني الآن أضع على الأقل النقاط التي أعرفها الآن، هذه 140 وصفر، 140 وصفر، أوكي، بعملها كمان نسخ ثاني مرة، وأذهب إلى هنا، هذه الآن 0 و80، حتى تكون واضحة هي موجودة، لكن هذه 0 وهذه 80. الآن نحتاج إلى هذا الحل، نقطة يعني عفوا تقاطع القيدين، القيد الأول 1X زائد 1Y أقل من أو تساوي 140، والقيد الثاني 3X زائد 6Y أقل من أو تساوي 480، بتقاطع عند هذه النقطة. ما هذه النقطة؟ سأذهب الآن إلى حلها، أنسخ، أذهب إلى هنا الجدول هذا الأولاني، بظل كل هذه النقاط كنترول كوبي أضعها هنا، أوكي، والآن أظلل القيد الثاني 3 6 أقل من أفسار 480 كنترول كوبي وأضعها هنا، أوكي. ومن المهم الآن بدي أحل، لكن خليني أكبر هاي الأشياء، خليها 16، أوكي، أو 16 أحسن، أوكي. هنا الآن بضلل الخانتين هذولا وتساوي ماتريكس مولت بطريقة اللي هي ضرب المصفوفات، ماتريكس مولت، بفتح قوس بعدين ام انفرس لمين هلا، بفتح قوس بقول له الان بدي تعمل لي الان تضرب لي معكوس هذه المصفوفة بعد ما اغلق قوسها، الان فاصلة بدي اياك تضربها بهذا اللي هو هذا، نسكر القوس مرتين بعدين نضغط كنترول شيفت انتر بطلع عندي 120. اذا هون نقطة التقاطع 120 مقابل 20. اذا هذه الان احبتي هذه النقطة بعمل كوبي هنا، وهون 120 و20، هذه نقطة التقاطع، هذه دعني أميزها أحبتي هنا، هذه النقطة نقطة التقاطع، وأضعها باللون الأحمر الغامق هذا، وأكبر السهم حتى يكون واضحة أنه المقصود هذا السهم هنا الآن. إذن هنا الآن نقطة التقاطع بين القيدين، القيد الأول والثاني، هي عند النقطة 120X و20Y. النقاط الآن معروفة لدي، نقط، إذن يعني الفيزيبل ريجين هنا. دعني الآن أوضح الفيزيبل ريجين بالطريقة التالية، insert، أذهب إلى insert، إلى shapes، وأذهب إلى هذا الشكل غير المنتظم. هنا عندما أصل أضغط مرة واحدة يعني عند 80، ثم أذهب إلى الأسفل هنا، عندما أصل إلى نقطة التقاطع أضغط ثاني مرة right click، ثم أذهب إلى هنا، لما أصل إلى نقطة النقطة الأفقية أضغط ثاني مرة رايت كليك، ثم أذهب إلى اليسار. لاحظوا لي أحبتي، لما بصل عند نقطة الأصل 0 0 بضغط رايت كليك، يعني الضغط اليمين، ثم هنا إذا التقط الخطان الآن تميزت. هذه سأغيرها باللون الأخضر على سبيل المثال، أو ربما لون هكذا، أو أي لون تختاره، فخليها باللون الأخضر. إذا الآن هذه الآن الدالة يتم تعطيه من واحدة من هذه النقاط 0 0
140 0 120 20 و 080 أيهما الصحيحة؟ هنا الآن أذهب هنا وهذه الدالة 160 x زائد 240 y كبرت هنا تساوي، هنا تساوي 160 ضرب هذه القيمة زائد 240 ضرب هذه القيمة واضغط انتر بطلع عندي 24000. هاي اذا كانت هذه القيمة. الان صفر مع صفر، دعنا الان لو انه افترضنا بان كانت هذه صفر وهذه صفر ثم ظللنا القيم الاخرى هذه لنفترض يعني عفوا هذه مع هذه ظللتها هيك، هذه بظللها بالاخضر هذه او بالاخضر الغامق، الاخضر الغامق هذه بحطها بوكس هنا all borders all board اوكي، وبرد بنسخها ثاني مرة تحت كوبي وبضعها هنا هذه. الآن النقطة صفر صفر معناته بعطيني P تساوي صفر، مستحيل لأنه 160 ضرب صفر زائد 240 ضرب صفر إذا هاي تساوي صفرا، وبالتالي لحد الآن هذه ليست حلا. هلأ آتي على 140 صفر، هنا هذه 140 وهذه صفر Y تساوي، طبعا خلينا نحطها بالنص ونكبرها، أنا هذه نجعلها 16 هنا تساوي 160 ضرب هذه القيمة زائد 240 ضرب هذه القيمة اللي هي صفر، اضغط انتر بطلع عندي 22400. برضو نضعها بالمنتصف ونكبرها الى 16 اوكي ونسمكها. اخر واحد اللي هي عفوا لا في عندي ثنتين، 120 هنا 120 وهنا 20 اوكي، نضع بالنص ونخليهم 16 سميكات، بالمنتصف سميكات، والان نقول له تساوي 160 ضرب هذه القيمة زائد 240 مضروبة في هذه القيمة، وأضغط انتر 24000. لاحظوا لي سبحان الله انه 140 قط 140 عفوا 120 120 انا كررت عفوا هنا بعتذر، هذه يجب ان نلغيها. هنا هذه صفر وهذه 80 والآن تساوي 19000، هذه صح. فعندي النقاط التالية، نقطة 00 اللي هي 1 2 3 4 فعلا هذه الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فبالتالي الآن أعلى قيمة هنا دعنا نكبرها حتى تكون واضحة أوكي، أعلى قيمة للأرباح هي 24000 لخط الإنتاج هذا، 24000 إذا أنتج 120 قطعة من X وإذا أنتج 20 قطعة من Y اللي هي اللون الأزرق أوكي، بتكون أعظم ربح ممكن اللي هي 120، يعني بمعنى آخر عند الكورنر سولوشن هذه إذا خط الإنتاج أنتج 120 طقم رسمي بدلة من النوع اللي ثمنه أو بربح 160 وأنتج فقط 20 من اللي بربح فيها 240، بكون خط الإنتاج قد عظم أرباحه. معظم يعني تعظيم الأرباح وأعظم ربح ممكن هو 24000 دينار، دينار طبعا نستخدم وحدات القياس هنا بالدنانير، نتيجة يعني بناء على هذه البيانات اللي احنا ابتدعناها فكرنا فيها افتراضيا. أكون بداية قد انتهيت من هذا المقطع المهم، راجيا مشاهدته أكثر من مرة حتى ترسخ الفكرة بأذهاننا جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.